يا عم هاني، قلنا احنا ضد شتم الخطيب وضد شتم اي حد. هو انت بتفهم بالمقلوب يا اخي؟ اي حد بيشتم قليل ادب، واي حد بيشتم مش محترم، واي حد بيشتم ما لا يستحق الا ضرب الجزمه. احنا في ايام مفترجه وفي رجب. كلامي واضح، انا ضد اي تجاوز مهما كان مين المتجاوز. لكن انت قاعد تتكلم احنا ضد اي تجاوز سواء كان ايا مين. ربنا اكرم البني ادمين مش عشان يتشتموا ويتهانوا. ودي لعيبه عندها اسر وعندها بيوت، خدوا قرارات. طبعا فوجئنا بعد القرارات بشويه، يعني القرارات توجيه الشكر لفريرا ومساعديه الاجانب. وفريرا بياخد 170 ألف دولار في الشهر هو والمساعدين بتوعه. فريرا بياخد 170 ألف دولار في الشهر هو والمساعدين بتوعه. يعني معنى كده انك انت مطالب وانت بتشكر فريرا انك تديله 3 اشهر الشرط الجزائي في 170 ألف دولار. وعلى فكرة واقول لكم حاجة مهمة، فيريرا ومساعدينه ليهم شهر ما قبضوهوش. يعني من المفترض انك انت وانت بتاخد القرار عارف انك انت هتدفع 4 اشهر شهر متأخر وثلاث شرط جزائي. 4 × 100 ب 400 ألف دولار و4 × 7 ب 28 مطالب ب 680 ألف دولار مقابل اتخاذك لهذا القرار. فمعنى كده ان مجلس ادارة نادي الزمالك معاه فلوس وعارف هو بياخد هذا القرار انه هيدفع هذا المبلغ. 680 ألف دولار فاتورة إقالة فيريرا وجهازه المعاون. حبيت اشرح دي بس كويس، لان مفيش حد هياخد قرار وهو مفلس او معهوش فلوس. اكيد وهو واخد القرار عارف انه هيقدر يوفر 680 الف دولار. ولو ما وفرهمش، فورا فيريرا سيشتكي في الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني 20 مليون جنيه تقريبا فاتورة إقالة فيريرا وجهازه المعاون. وعشان كده فيريرا استعان بمحاميه وكلم محاميه فورا بعد القرار. وفي كلام ان محاميه بيدرس ان فيريرا يتواجد في التدريبات النهاردة، ولكن انا عرفت ان امير مرتضى تواصل مع فيريرا والامور انتهت بشكل ودي، وان فيريرا سيحصل على مستحقاته ممكن على اجزاء ولكن بالود والتراضي. وهو علاقته بامير مرتضى قويه جدا ولن تكون هناك ازمه كما كانت في المره الماضيه. دي المعلومات اللي وصلتني. طيب يبقى اذا مجلس الاداره خد القرار في مفاوضات مع فيريرا عشان ياخد الشرط الجزائي والشهر المتاخر، ولو ما وصلوش لقرار هيبقى في أزمة ومشكلة. وتم تعيين جهاز فني جديد، إسماعيل يوسف مديرا للكرة، أسامة نبيه مدير فني، محمد صبري وحسين ياسر المحمدي مدربين مساعدين، ومحمود فايز محلل أداء، وأيمن طاهر مدرب حراس مع التعاقد مع مدرب أحمال خلال أيام. واستمرار أمير مرتضى مشرف عام على الكرة بالإضافة إلى إشرافه على قطاع الكرة في نادي الزمالك. بعد ما طلع البيان بالأسماء حصلت مشكلتين. المشكلة الأولى إن الكابتن أسامة نبيه قال أنا مش عايز محمد صبري، أنا عايز عبد المقصود، أحمد عبد المقصود. وأحمد عبد المقصود موجود في البنك الأهلي مع أمير عبد العزيز. فطلب من الأستاذ مرتضى منصور تعيين أحمد عبد المقصود مع حسين ياسر محمدي بدلا من محمد صبري.
الأزمة التانية، محمود فايز قال أنا يا جماعة معرفش حاجة عن الكلام ده، وأنا كلمني الكابتن أسامة نبيه فجر التلات وقال لي النهارده غزل المحلة هيلعب مع الزمالك، لو الزمالك اتغلب أنا جاي مدير فني يا محمود وعايزك معايا محلل أداء. فأنا اعتذرت له وقلت له أنا بنسبة كبيرة رايح مع كولر مدير فني لمنتخب إيران، لأن كولر بيتفاوض دلوقتي مع إيران. بعد المباراة وهزيمة الزمالك 2-1 اتصل تاني أسامة نبيه بمحمود فايز وقال له يا محمود فيريرا مشي والمستشار هيطلع قرار بتعييني وانت معايا محلل الأداء. قرر محمود فايز نفس الاعتذار، فالكابتن إسماعيل يوسف كلم محمود فايز وقال له يا محمود احنا عايزينك وكلام زي كده. فقال له والله يا كابتن اسماعيل انا رايح مع كولر ايران، لان هو بنسبة كبيرة جدا هيتولى منتخب ايران، بنسبة كبيرة جدا سيتولى منتخب ايران، وأغلقت الصفحة على هذا الأساس. وفعلا أعلن اعتذار محمود فايز، ودلوقتي الزمالك بيحاول يستعيد أحمد عبد المقصود من البنك الأهلي. ده اللي حصل بعد القرارات. بعد كده حصل الآتي، طلع الناس اللي ما عندهاش ضمير ولا احترام بدل ما تساند أسامة نبيه أو تنتقد انتقاد محترم، لأن طبعا هتقول لي أيوة أسامة نبيه الراجل صديقنا وأسامة نبيه راجل محترم ولازم نسانده ونتمنى له التوفيق في تجربته. فوجئت بالبعض بيقول إن أسامة نبيه لا يصلح ومش حاصل على الرخصة ايه ومش هيقدر في افريقيا يدير الزمالك من الملعب وهيقعد في المدرجات، وان الادارة خدت قرار خاطئ ودي فضيحة في حق الزمالك. وانا بعلن مساندتي للكابتن أسامة نبيه بقوة ووقوفي في ظهره، مش علشان أسامة صديق، لا، علشان أسامة مدرب كبير ومدرب محترم وابن بر من أبناء الزمالك، وعلينا أن ننسى كل الخلافات الآن. وإذا كان محمود فايز راح مع كوبر إيران وما وقفش جنب أسامة نبيه فهذا قراره هو، الراجل اللي كوبر رايح إيران ومحمود فايز رايح معاه محلل الأداء. فالناس اللي هاجمت أسامة نبيه وتسرعت ولم تكن أمينة ولم تكن محترمة على كان تدور على لايكات حرام وتدور على إعجاب حرام وترضي فئة على حساب فئة أخرى، وأنا بفكرهم إن لما الأهلي كان في عسرة كلنا وقفنا جنب الأهلي وبهديهم دي، لأن أنا كنت الوحيد اللي انفردت بيها. دي رخصة تدريب أسامة نبيه، الرخصة إيه؟ أعلى رخصة تمنحه العمل محليا وإفريقيا وعربيا ودوليا، الرخصة إيه؟ ولذلك أنا حاطط عليها لوجو كرة بلدنا، لأن أنا الوحيد اللي منفرد بيها وأنا الوحيد اللي نشرتها. أسامة نبيه عنده الرخصة إيه؟ والمعتمدة من الاتحاد الإفريقي والتي تؤهله لتولي أندية ومنتخبات، ولا صحة بالمرة إلى أن أسامة نبيه
ليس معه الرخصة إيه، وإنه حاصل على الرخصة سي فقط، لأن طبعا الفيسبوك والسوشيال ميديا مليانة أفقين وكذابين ومرتزقة وناس قذرة لا يعنيهم. والله العظيم هم اللي بيهدوا الزمالك، هم اللي كانوا بيهدوا الأهلي. هتقول لي ازاي؟ بقول لك ما هو وقتها كان لازم يشتم لعيبة الأهلي عشان جمهور الأهلي يديله لايكات، وإعجاب حرام. فعايز هو مش عايز يرضي ربنا ولا يرضي ضميره، هو كل همه يرضي جيبه. ادي الرخصة بتاعت أسامة نبيه اهي، بنفرد بيها اهو. في ثانية علشان يكملوا مسلسل هدم الزمالك، قال لك أسامة نبيه مع الرخصة سي، أسامة نبيه لا يصلح، أسامة نبيه هيقعد في المدرجات، أسامة نبيه كذا، أسامة نبيه كذا، أسامة نبيه كذا. فين ضميرهم؟ ما تسألش عن الضمير، اسأل عن يخش له كام دولار. اسأل هيخش له كام دولار. يلا ربنا معاك. ادي الرخصة بتاعت أسامة نبيه اهي. واصبح الزمالك دلوقتي بمدير فني من ابنائه اسمه أسامة نبيه. ده ملخص اللي دار، واللي انا حاولت اقدمه لحضرتك بشكل عقلاني وبرؤية مختلفة، مطالبا جمهور الزمالك انه يساند فرقته لابعد الحدود، وان النهاردة الزمالك في ازمة، وعلى الجميع ان ينظر الى الكيان ولا ينظر الى الافراد.